جاءت تصريحات أحد القادة العسكريين في إيران عن وجود ستة جيوش داخل خمس دول عربية تتبع للنظام الإيراني، خروجا جديدا على الأعراف الدبلوماسية المتبعة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتأكيد جديد على استمرار سياسة التوسع الإيرانية. لم تعد تلك الاستعراضات العسكرية مقتصرة على الداخل الإيراني، بل يتباهى القادة العسكريون بما هو أبعد من ذلك. ستة جيوش تقول إيران إنها تتبع لها وتعمل لصالحها ولمصالحها، بل وتنفذ أجنداتها خارج الحدود، وهي جيوش عقائدية كما يقول أحد قادة إيران العسكريين. جمهورية إسلامية إيران، قائد ما يسمى مقر خاتم الأنبياء لواء علي غلام رشيد، حدد تلك الجيوش: ميليشيات حزب الله في لبنان، ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، ميليشيات الحوثي في اليمن، حركتا حماس والجهاد في الأراضي الفلسطينية. وأضاف المسؤول الإيراني جيشا نظاميا في المنطقة، هو جيش النظام السوري. المسؤول العسكري الإيراني قال إن تلك الجيوش تعمل لصالح النظام الإيراني، وإن قاسم سليماني الذي صفته غارة أمريكية في بغداد أشرف على تشكيل تلك الجيوش خارج حدود إيران لاستخدامها كأوراق لمنع أي هجوم على إيران. أي دولة تريد شن حرب على إيران يجب أن تمر عبر هذه الجيوش التي سوف تتصدى لأي هجوم. تلك التصريحات الصادرة من إيران قد لا تكون جديدة، لكنها الأولى من نوعها بتلك المجاهرة والابتعاد تماما عن أي لباقة دبلوماسية، مع تجاهل تام أيضا لسيادة الدول المعنية بتلك الجيوش. كل هذا في خضم محاولات دولية تهدف للضغط على إيران، ليس فقط من أجل اتفاق نووي جديد، بل من أجل ضبط سلوك إيران ووقف تصرفاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. قلنا إننا مستعدون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووية، ولكن يجب علينا أيضا معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إذن ميليشيات مسلحة في خمس دول عربية تقول إيران إنها أبرز أدواتها لضمان عدم شن حرب ضدها ولتحقيق مكاسب تسعى، كما يقول خصوم طهران، إلى تنفيذ سياستها الرامية إلى الهيمنة والتوسع.